بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم هجه مطبخ ام باسل. النهارده هنعمل عيش اللي هو زي البطبوط الصغير ده، ميني عيش بالحليب، مغذي وفي كل العناصر الغذائيه. بشوفه بره ببقى عايزه اجيبه، بس طبعا ما ايه يعني ما بحبش اجيب حاجه من بره كتير. شايفين؟ بصوا شايفين الجمال والحلاوه، وقابب وطري وجميل جدا جدا جدا. انا عملت العيش النهارده ليه بقى؟ عملتيه ليه يا ام باسل؟ كان نفسي الصراحه اكل قرنبيط، ونفسي اكله في العيش اللي هو الميني اللي هو الصغير زي اللي بنشوفه في المحلات. فقلت ايه، طب والله اللي اعمل لهم ايه، العيش اللي بالحليب او الخبز بالحليب، وناكل ايه في قرنبيط. تعالوا نفتح كده مع بعض ونشوف. شايفين حتى كمان القرنبيط، الله يفتح النفس. بصوا نفتح بقى كده، بسم الله. شايفين زي بره بالظبط، واحلى ولا لا؟ والطعم بقى مش قادره اقول لكم، حكايه. العيش لسه صاحي تقريبا. بصوا بقى اما تحطوا بقى كده القرنبيط بقى جوه وتاكلوا، يا سلام على الجمال. حاجه تحفه بجد، حاجه تحفه يا جماعه. كل حاجه عاملاها بايديكي في البيت، وضمناها وعارفه مصدرها ايه. دي احسن حاجه، ومغذي وجميل جدا جدا. وطبعا انت مش هتستخسري لبن ولا الكلام ده كله، بره طبعا مش هيخسروا عشان يحطوا لبن. ده كان العيش بتاعنا النهارده. عايزين نشوف الطريقه ونشوف المقادير، وسهل جدا يعني. عقبال ما عملته وسبته يتخمر خلصت كل اللي ورايا وجيت حطيته على البوتاجاز، ما بياخدش ثواني خالص خالص. يلا بينا نشوف العيش بتاعنا اللي هو البطبوط الصغير ده بيتعمل ازاي. من 4 كوبايات دقيق بس طلعوا لي ما شاء الله، الله اكبر، 16 رغيف. لو عايزه تكبري عن كده او تصغري زي ما انت عايزه. معلش قلت عليكم في الكلام، من حلاوه العيش يعني هو يشجع ان انت تتكلمي اكتر. يلا نشوف الطريقه ونشوف المقادير ونشوف صورته عامله ازاي معانا، وندوقه مع بعض بالقرنبيط يبقى طعمه عامل ازاي. بس قبل ما نروح ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ ام باسل. يلا بينا مع بعضينا نعمل احلى خبز بالحليب. يلا بينا، يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ونشوف مقاديرنا النهارده. اول حاجه في مقاديرنا هياخد 4 كوبايات دقيق، تمام. الكميه اللي انت عايزه تعمليها اعمليها. ادي كوبايه اهو، ادي 4. حلو الكلام، كلام جميل. هحط عليهم معلقه حموره كبيره، لو ما عندكيش معلقه كبيره يعني حطي ايه المعلقه اللي هي الوسط دي، معلقتين كده، معلقتين خميره فوري، تمام. حط عليهم معلقتين برضو سكر، نفس الكميه يعني، معلقتين ممسوحين كده. حط عليهم رشه ملح، عشان احنا زي ما اتفقنا الملح بيعدل لنا الطعم وبيدينا كمان عبء في العجينه. المكون بقى معانا الاساسي اللي احنا هنعمل بيه اللي هو اللبن. ادي اللبن بتاعي اهو، لبن دافي علشان الخميره بتاعتي تشتغل. هقول بسم الله وهحط كوبايه لبن. ادي كوبايه اللبن الدافيه اهو، بسم الله. طبعا انا عندي لبن دافي هنا زياده علشان لو العجينه احتاجت لبن تاني. ونبتدي نشغل على المكونات دي. عايزين ناخد بالنا ان عجينة العيش بالذات بتاخد عجن اكتر من اي معجنات بتبقى في الفرن عادية، بتاخد عجن كتير يعني حوالي 10 دقايق. بصوا احنا شايفين العجينة يابسة يعني محتاجة سوائل. انا مجهزة 1/4 كوباية لبن دافية اهي، وهضيف منها شوية بشوية. هتقيه نص الكمية، انت اللي تقدري تحددي الدقيق بتاعك عايز لبن قد ايه، كوباية وربع او كوباية ومعلقة، انت اللي تقدري تحددي. احنا هنضيف شويه بشويه، ضفت نص كميه ربع الكوبايه، وغالبا هتحتاج الربع يعني باقي الربع اهو. يعني انا كده حطيت كوبايه عشان ما لخبطكوش، كوبايه وربع لبن دافي، واسيبهم بقى يتعجنوا مع نفسهم كده 10 دقائق. تعالوا كده نشوف العجينه. بسم الله، يعني انا اديت لها حقها في العجن والزياده. انا كان ممكن اعملها عجنها بايديا بس انا بوفر وقت. بصوا شايفين ناعمه طريه وزي الفل. سيبها بقى تخمر حوالي ساعه الا ربع كده عشان احنا ايه، بس الجو برد
نغطيها بس ايه ونحطها في مكان دافي ونسيبها تخمر. بسم الله نشوف العجينه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم على طريقه تخمير حلوه قوي قوي هتعجبكم. انا بروح مغطيها بالبلاستيك راب كده وحط عليها فوطه واروح ايه في بطانيه جوه كده مثلا على ايه على اي سرير اروح ايه مكلفته فيها ايه البوله اللي فيها العجينه. بصوا بتخمر على طول وما بتاخدش اي وقت. في اخت فاضله كانت سالتني بتقول لي تخمير العجين في الشتاء قد ايه وفي الصيف قد ايه. انا رديت عليها بس مش عارفه بقى اللي رد ما وصلهاش ولا ايه. بقول لها برده تاني ان هو بيبقى في الشتاء ساعه لو في مكان دافي والخميره بتاعتك شغاله جامد هيبقى ساعه الا ربع تمام. انما بقى في الصيف بصراحه يعني بيبقى على طول نص ساعه. بصوا احنا هنعمله ايه الحجم اللي هو الصغير ده قد مثلا ايه البضايه كده تمام. هروح بقى ايه مقطعاه دلوقتي كده اهو واسيبه يستريح الكور دي يستريح 10 دقايق كده ونيجي بقى ايه نشوف هنكمله ازاي. يا حبايبي انا كورت العجينه اهو وغطيتها علشان ما تنشفش مني وهقول بسم الله. هبدا باول كوره انا كورتها ونغطي برده العجينه. اجيب رشه دقيق كده وابتدي بقى بالنشابه وافرد الكوره بتاعتي. احنا عاملينه اللي هو الحجم الميني وما ترققهوش قوي علشان ايه يعني يتفتح معاكي كده وتلاقي ايه ما يبقاش رقيق كده او ما يبقاش رفيع زي الرقاق. بصوا هي العجينه طالما مستريحه شوف بتتفرد معايا بكل سهوله ازاي. بصوا اهو يا دوبك بصوا سمك اهو حوالي كده نقول ايه نص سنتي اهو بالشكل ده كده. شوفوا سهل ازاي. انا بقى محضره صينيه فيها رشه دقيق وابتدي افرد كل الرغيفه بتاعتي كده واغطي واسيبهم يخمروا عقبال ما اكمل ايه باقي الكور اللي احنا كورناه اخلصهم ونرجع ايه نشوف هنسويهم ازاي. كل حبايبي نقول بسم الله ونشوف العيش بتاعنا. بسم الله ما شاء الله شايفين كل ما تسيبوه كل ما ايه ما هيخمر. انا دلوقتي عندي طاسه تكون ما بتلزقش على النار مسخناها جامد اهو وبعد كده نبقى نهدي عليها النار تمام. وهياخد اول رغيف ابتديت بيه ان انا افرده هنفضه من الدقيق كده هنفضه. بصوا يعني نعمله كده انا بس مش عايزه اعمل على البوتاجاز عشان ايه ما يتبهدلش وهقول بسم الله ونحط كده تمام. برضو التاني ادي التاني اهو بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه ترخمي نفسك وتحطي تلاته خلي اتنين اهو نبتدي نقول بسم الله كده بس هدي النار علشان ما يتحرقش مني من تحت. بصوا بصوا بتبتدي تنفخ ازاي معايا اهو وزعي كده ايه السخونيه او الحراره جوه الرغيف هتلاقيه نفخ معاكي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده شايفين. بسم الله ما شاء الله اهو قدامكم على الطبيعه. يعني بعد ما الطاسه تسخن هديها ووزعي بقى ايه الحراره كده اوعي تسيبيه وتروحي تقعدي طبعا بالشكل ده كده شايفين ده نفخ ازاي. قلبنا واحد نقلب التاني اهو بسم الله اهو خلي بالك هو ما بيستحملش. بصوا شايفين ده كده خلاص اهو زي الفل شايفين لسه شويه لسه قلبينه اهو. وبعد كل مره بروح ايه منضفه الطاسه بتاعتي علشان الدقيق بتاعي ما يحرقليش العيش اهو بالشكل ده. بصوا زي الفل. يلا بقى ايه ننضف الطاسه ونعمل ايه باقي الكميه اللي عندنا. بصوا حبايبي العيش بتاعي انا طلعته طبعا على فوطه شايفين شايفين الجمال والحلاوه. مش قادره اقول لكم بقى يعني ريحته تحفه ومغذي جدا جدا. وبصوا وطري هنفتح دلوقتي من جوه وهقول لكم انا عملت العيش ده عشان اكل بيه ايه. يبقى ادي العيش بتاعي اهو رصيته بعد ما برد شايفينه عامل ازاي. طبعا انا عايزه ايه اكل بيه قرنبيط نفسي اكل بيه قرنبيط. اجيب عيش من بره؟ لا طبعا. بصوا القرنبيط بقى عملناه مع بعض قبل كده في القناه
قرمش بقى وجميل وشكله يفتح النفس. معلش بقى السخن، واو مش قادره اقول لكم. بصوا شايفين الجمال والحلاوه. الله الله، كل حاجه من اعمال ايديا في البيت. شويه السلطه كده بقى، تعالوا اتفضلوا كلوا معايا. حاجه تحفه بجد، حاجه من ورا الخيال، يتاكل فيه اي حاجه. طعم العيش كده جميل كده، وحاسه ان هو بيتي وبتفتح معاكي بسهوله وطاري. بصوا شايفينه لسه نافخ ازاي، يعني منفوخ ما هبطش. حاجه جميله وما خدش في ايديا اي وقت خالص. يلا امي جربيه وشوفي سهولته عامله ازاي. وعايزه اقول لك برده، انا نسيت ان الاربع كوبايات دي عملوا معايا 16 رغيف. عايزه تكبري او تصغري على حسب ما انت عايزه. جربيه وقولي لي رايك في ايه، وشوفي طريقته وشوفي سهولته. وما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ مباسل. واشوفكم على الف خير ان شاء الله. فاس وسهلا وسريع مطبخ مباسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.